أن آدم عليه السلام نبي مكلف وليس برسول، الرسول أعلى من النبي، ولذلك آدم ليس أول الرسل إلى أهل الأرض وإنما هو نوح، ولذلك في حديث الشفاعة يأتون إلى نوح فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، بينما آدم نبي، نبي مكلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن حبان عن آدم قال نبي مكلم. والفرق بين الرسول وبين النبي أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، بينما النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولذلك عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل. في الحديث الذي لا بأس به أن عدد الرسل 313 رسولا، بينما عدد الأنبياء 124,000 نبي. لو قال قائل يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه، ما الفائدة؟ الفائدة أنه جل وعلا من شاء يكرمه أكرمه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكل من ذكر في القرآن وهم 25 نبيا، كل من ذكر هم رسل. إذا قلنا هو رسول فهو رسول ونبي، لكن النبي هو نبي وليس برسول. ما الدليل على أن كل من ذكر في القرآن يكون رسولا وليس بنبي فحسب؟ قوله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.